عم محمد وردة، احكي لي مين انت والقاهرة من امتى؟ انا عاوز اقول لك، انا طبعا اول يعني انا اسمي من ساعة ما جيت القاهرة، انا يعني انا من الشرقية، مواليد الشرقية، مركز مشكلة السوق. والدي توفى سنة 67، فجيت مع عمي هنا القاهرة، عشت معاهم وتربيت معاهم لغاية ما بقى عندي 17 سنة. يمكن مرت بيا ظروف كتير قوي طبعا، مع عمي ومرات عمي وكنت من بعيد خالص عن بلدنا وبعيد خالص عن أهلي، ما بشوفش أمي، ما بشوفش إخواتي، ما بشوفش أي حد من عائلتنا لغاية ما بقى عندي 17 سنة. قررت إن أنا أبتدي حياة جديدة، أو مش قررت، هو كانت إرادة ربنا إن أنا أتنقل من مرحلة لمرحلة. المرحلة اللي أنا اتنقلت لها مرحلة بيع الزهور أو بيع الورد. بيع الورد. بيع الورد. اتعرفت على حد في السيدة زينب بتاع ورد، اشتغلت معاه، لقيتها مهنة حلوة، مهنة جميلة، مهنة كلها جمال، كلها رقة، بتعرفك بناس كويسين، كويسين ومش كويسين طبعا، يعني بتعرفك بالناس كلها، لأن في اللي بيجي يشتري ورداية بجنيه، وفي اللي بيجي يشتري ورداية بربع جنيه، وفي اللي بيجي يقول له النبي ممكن ورداية بديه، وفي طبعا الناس اللي هي بتيجي عايز وكيب 100 جنيه وكيب 200 جنيه. ومرت بناس كتير أو يعني الحمد لله. محمد وردة جت نسبة لشغلانتك الورد وكده، يعني تقوم بيها محمد وردة. هي كانت الأول قبل محمد وردة محمد فلة. محمد فلة. فلة. لأن أنا أول ما اشتغلت في الفل، تجارة الفل، ولد صغير كده كان ابن الراجل اللي أنا كنت بشتغل معاه، طلعت عليه فلة، قال فلة، يعني طلعت من بقه فلة، فبقيت محمد فلة. أنا أصلاً كمان يعني للعلم أنا ما اسميش محمد، أنا اسمي درويش، عبد السلام درويش، بس جت اسم محمد فلة أو محمد وردة، شهرة للفل وللورد، وحاجة اسم جميل يعني أنا بعتز بيه بصراحة. أنت هنا في الشارع بقالك قد إيه؟ في شارع شامبليون؟ أنا في شارع شامبليون من سنة 82 بالظبط. سنة 82 أنا كان في نفس المكان ده، كان في هنا كشك، كان في سوق هنا في الشارع، سوق كبير، سوق كبير، سوق خضار وفاكهة، زي سوق بابلو، زي سوق الطوفية، وكان بيخدم الناس كلها. سنة 82 كان في واحد بتاع ورد صاحبنا برضو، اشتغلت معاه، ومن ساعتها أنا ما طلعتش من شارع شامبليون. عملت مع ناس كتير بقى من المشاهير طبعا، ووزراء وفنانين طبعاً, طبعا طبعا، وفي علاقه حميمه طبعا لغايه الان الحمد لله. يعني زي مين كده يا محمد؟ يعني انا هبتدي لحضرتك من الاول خالص. انا كان قدام مني هنا كان في منتج سينمائي اسمه مطيع زايد الله يرحمه طبعا، فكان الفنانين كلهم بيجوا على عنده على هنا. كان صديقي الله يرحمه الاستاذ احمد مرعي، الأستاذ محمد ضفراوي، الأستاذ صلاح السعداني، المرحوم عبد الله محمود، كان من أصدقائي، كان اللي بيترددوا عليا هنا على المكان هنا على طول. وبعد كده بقى مكتب الأستاذ يوسف شاهين 35 شمليون، فكان برضو كل الفنانين لما بيجوا، كان الشارع هنا، الشارع حاليا دلوقتي ماشي اتجاهه على التحرير، إنما من فترة كان اتجاهه على دار القضاء العالي، فكان اللي بيجي يسال على مكتب الاستاذ يوسف شاهين كان بيجي يسالني، يعدي عليك، يعدي عليا، فكنت بوصف له. كنت في نفس الوقت انا عندي حب للناس، وبعرف الحمد لله بفضل من ربنا ان انا اجذب الناس ليا، فكان اي ممثل، اي حد يجي اقول له انت فلان، يا طب ايه، طب نقعد نحكي مع بعض ونتكلم مع بعض، وكانت بتصير صداقه ما بيننا الحمد لله، يعني صداقه الهيه، حب من الله سبحانه وتعالى. والله هم ناس كتير، بس مش عارف يعني كلهم للاسف يعني طبعا من النظام السابق او من العهد السابق. حاليا دلوقتي انا ما عنديش اي حد، يعني هم برضو هم اللي موجودين، يعني لسه ما اعرفش حد جديد يعني.
الحمد لله انا كنت بتعامل في جريده الجمهوريه لمده 10 سنين، كنت اعرف الاستاذ سمير رجب، كنت اعرف الاستاذ محمد فوجا معرفه شخصيه، كنت اعرف كتاب كتير وشعار ومثقفين ادباء وسياسيين. وجت عليا فتره دخلت مكتب وزير الاعلام السابق الاستاذ انس الفقي، وتعرفت بمكتبه كلهم وصاروا اصدقاء واخويه يعني. تمام. لغايه الان الحمد لله. تمام. ايه اللي اتغير في الشارع او اتغير في البلد من فتره ما انت بدات لحد دلوقتي؟ ايه اللي اتغير؟ والله هقول لحضرتك وبصراحه، هي اخلاقنا اتغيرت طبعا، اخلاق اتغيرت، الثقافه اتغيرت. يعني انا كنت عندي هنا في الشارع، كان الشارع كله هنا كان جريج ارمن، ناس اجانب جنسيات مختلفه، ولغايه الان هم موجودين هنا. بس طبعا بقى اولادهم دلوقتي او احفادهم. يعني الاول انا ما كانش في بيت هنا او مكتب ما بيتغيرش فيه الورد كل يوم. كل يوم. لازم اروح الصبح اغير الورد، ده حاجه اسمها ابوني، بشيل الورد القديم واحط ورد جديد. ده كان يوماتي، حتى انا كنت اقول لبعض الناس يعني ان الورد لسه بحالته يعني، تخليه شويه بتاع. قلت لا لا لا. حضرتك ليك تجارب فنيه وانك قمت باعمال افلام تسجيليه، احكي لي كده. والله انا في اول يعني ما انا كنت بحب الفن وبحب التمثيل او كل حاجه، بس ما كنتش اتوقع ان انا همثل او ان انا هعمل حاجه. ففي يوم قاعد معايا صديق هنا ليا مخرج التلفزيون العربي، فقال لي محمد احنا في عندنا حكايه حدوته كده عايزين نعملها بتاع. طيب قلت له مال برضه، انا يعني انا يعني من غير تردد بوافق على طول، انا اي حاجه بوافق الحمد لله يعني. تمام. وربنا بييسرها يعني، عمري ما وافقت على حاجه وجت وحشه. فعرفت ايه الموضوع، ان هم بيعملوا حاجه عن مصر او التحول اللي حصل في 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 مصر فتره السبعينات. كان فيلم تسجيلي اسمه العين والابره. كنت انا فيه بحكي عن اللي حصل في مصر والتحول اللي حصل للناس فترة السبعينات وبتاع، والحمد لله برضو نجح. وبعد كده برضو نفس الأستاذ مجدي طلبني ان انا اعمل معاهم حلقات تاريخية وثائقية بتحكي عن مصر بعنوان اسمها ايام السيد عربي. كانت بتحكي حكاية مصر من ايام الاحتلال لغاية الثمانينات يعني، اول الثمانينات كده، والحمد لله برضو نجحت بشكل وثائقي يعني، بشكل وثائقي تاريخي. وبعد كده ليا صديق اسمه اشرف سرحان مخرج، برضو رشحني ان انا اعمل معاه فيلم روائي قصير عن اطفال الشوارع، كان اسمه على باب الله. والحمد لله برضو الفيلم نجح وخد جوائز وطلع بره وبعد كده عملت بقى كذا حاجة، فيلم برضو عن تمكين المرأة سياسيا، وعملت دعاء ديني مع الفنان محمد منير، وعملت إعلان مع الكابتن أبو تريكة، وآخر حاجة عملتها مشهد صغير كده في فيلم الفيل الأزرق أستاذ مروان حامد. الفيل الأزرق؟ المخرج مروان حامد. المخرج مروان حامد شاب جميل وصديق عزيز وإنسان محترم يعني. رأيك إيه في الفترات من أول 25 يناير لفترة حكم الإخوان اللي مسكوا فيها لحد 30/6؟ والله بصراحة ومحدش يزعل مني، أنا شايف إن ثورة 25 يناير بصراحة كانت مؤامرة واتقلبت لثورة. كانت مؤامرة كبيرة، مؤامرة معمولة على مصر وعلى الشعب المصري. كانت مؤامرة. مؤامرة كبيرة. وليست ثورة يعني. ليست ثورة. بس بقول إن هي بقت ثورة. بقول إن الناس لما فاقت والناس لما عرفت
وعرفت قريب قوي يعني، ما عرفتش كتير، ما عرفتش بعدها بكتير. فابتدوا ان هم يظبطوا حاجتهم تاني ويظبطوا اوراقهم تاني ويعيدوا تفكيرهم من اول وجديد، لغايه ما الحمد لله ربنا كرمنا بالثوره الحقيقيه اللي هي ثوره 30 يونيو 30/6. وانا بقول ثوره 25 يناير كانت مؤامره ليا ده بالنسبه لرايي انا، لان انا من فتره التسعينات من ساعه ما امريكا احتلت العراق واحنا كمصريين كلنا كنا بنقول امريكا جايه لنا، الدور علينا جايه لنا. بس في نفس الوقت برضو كنا بنقول ان هي مش تقدر علينا، ان هي يوم ما هتجيلنا هناكلها بسناننا. وده اللي حصل، هم جولنا بقى في صوره الاخوان، جولنا في صوره الليبراليين، جولنا في صوره الاشتراكيين، جولنا للاسف برضو مش عايز اقول خونه كتير البلد. ناس كان ليها مصالح، ما اذا كانت مصالح ماديه ولا مصالح شخصيه. والحمد لله ان احنا فوقنا، بس يعني احنا فوقنا بعد 28 يناير. سلامة الله وبركاته. فوقنا بعد 28 يناير لما لقينا الاخوان نزلوا والاقسام بتتحرق والسجون بتتفتح والناس بتشوارع. دول كانت كتيره في الشوارع، دول كانت كتير قوي يعني. قوي الاخوان انقضوا عليها، انقضوا عليها وعلى الناس، مش انقضوا على الثوره بس. يعني هو حضرتك لو انقضوا على الثوره بس اقول انما ده انقضوا على الناس، على الشعب كمان. ده موتوا الناس علشان مصالحهم، علشان حكمهم، علشان بيحاربوا بقالهم 80 سنه عشان يوصلوا للحكم ويوصلوا للسلطه. من 2005 كان في 88 كرسي في مجلس الشعب، وكانوا عايزين يستولوا على البلد وعايزين يستولوا على الحكم، لغايه ما الحمد لله برضو ربنا كرمنا في 30/6 وبقت. قبل 30/6 رايك ايه في الفتره بتاع حكم الاخوان محمد مرسي؟ والله انا كنت بقول برضو لاصدقائي، كنت بقول لهم ان مصر لسه ما جالهاش رئيس. ما كنتش بعتبر محمد مرسي رئيس، كانت فتره زي ما احنا كنا بنقول عليها طبعا فتره انتقاليه. مع ان انا ما احبش حكايه فتره انتقاليه دي، يعني انا عايز اللي يجي بيحكم ان شاء الله يكون يوم واحد. ده راجل بيحكم بلد او بيحكم دوله، مفيش حاجه اسمها فتره انتقاليه. بيحكم بيحكم صح. انما محمد مرسي وخيرة الشاطر وبديع والناس اللي حواليه دول ما كانوش ناس، للاسف ما كانوش مصريين. دول ناس كانوا مأجورين، ناس بيستغلوا الموقف لمصالحهم الشخصيه ولمصالحهم الخارجيه، وتأمروا علينا كلهم، وتأمروا مع امريكان، وتأمروا مع عرب خاينين، وتأمروا مع اسرائيل. بهدلونا وبهدلوا الدنيا، وما كانش ينفع ان هم يقعدوا في البلد. انت متفائل يا عم محمد باللي جاي؟ انا الحمد لله انا طول عمري متفائل. طول عمري بقول ان انا يعني انا سني ده كله انا طلعت منه بحاجتين، الصبر والامل. فطالما انا عندي صبر الحمد لله فعندي امل. انا متفائل طول عمري، شايفها حلوه ان شاء الله. بس يعني نبعد عن المصالح الشخصيه، نبعد عن استغلال المناصب، نبعد بس عن الكرسي شويه. يعني اللي بيقعد على الكرسي هو بيحافظ على الكرسي، ما بيحافظش على الناس وعلى الشعب، وعلى ان هو ازاي يستغل المنصب بتاعه لحاجات كويسه. انا عايز اللي يقعد على الكرسي او اللي قاعد على الكرسي حاليا دلوقتي، انت جات لك الفرصه على طبق من ذهب، فارجوكوا تستغلوها لمصلحه البلد ومصلحه الناس. انت متفائل يا عم محمد باللي جاي؟ انا الحمد لله انا طول عمري متفائل. طول عمري بقول ان انا يعني انا سني ده كله انا طلعت منه بحاجتين، الصبر والامل. فطالما انا عندي صبر الحمد لله فعندي امل. انا متفائل طول عمري، شايفها حلوه ان شاء الله. بس يعني نبعد عن المصالح الشخصيه، نبعد عن استغلال المناصب، نبعد بس عن الكرسي شويه. يعني اللي بيقعد على الكرسي هو بيحافظ على الكرسي، ما بيحافظش على الناس وعلى الشعب، وعلى ان هو ازاي يستغل المنصب بتاعه لحاجات كويسه.
انا عايز اللي يقعد على الكرسي او اللي قاعد على الكرسي حاليا دلوقتي، انت جات لك الفرصه على طبق من ذهب، فارجوكوا تستغلوها لمصلحه البلد ومصلحه الناس.